أعجب أم في عالم البحار. يعيش الأخطبوط حوالي 5 سنوات، فبعد الإخصاب تحمل أنثى الأخطبوط البيض داخل جسدها لمدة 4 أو 5 أشهر، ثم تضع البيض على مدى شهر تقريبا. تضع حوالي 60,000 بيضة في الماء، ثم تجمعهم في شكل عناقيد مثل العنب وتعلقها في مدخل أو وكر يسمى بوكر الأخطبوط المحمي بالصخور. تمضي الأم أكثر من 6 أشهر تحمل بيض، وتقوم بضخ الماء بلطف عليه للحفاظ على إمداده بالأكسجين. طوال هذه الفترة لا تأكل أبدا، فيتم استهلاك كل الطاقة الموجودة في جسدها ببطء، ويتحول لونها الأحمر إلى رمادي منطفئ، وتظهر عليها علامات التآكل والتحلل، وعند النهاية تنفس شهقات متفرقة وتقذف بكل أطفالها عبر نفخهم خارج العرين في المياه المفتوحة. ثم تخرج الأم المنهكة من بيتها، وعلى بعد 2 أو 3 أمتار فقط من فتحة العرين تتوقف عن التنفس وتموت. وشكرا للاستماع.